الراي زكريا واحد من المهمومين بالحفاظ وجمع أغاني مدن القناة. شغفه الشخصي وحبه للمزيكا اللي خارجة من الناس وبيغنيها الناس وسط الناس خلاه داعم لكتير من الفرق اللي بتغني تراثها، من بورسعيد لإسماعيلية ومن إسماعيلية للسويس. سألته أنت ليه اخترت الطريق ده؟ قال لي أنا ما اخترتش الطريق، الطريق هو اللي اختارني. يعني قررت أخش المجال ده سنة 80 ونجحت في نهايات 88 بعد كل السنين دي بحاول أطبق الفكرة، ولكن عملتها في آخر 88 أول 89 اللي هي تأسيس فرقة الطنبورة البورسعيدية في الأول. تمام، دي فرقتك الأصلية. فرقتي الأصلية، وهو كان همي الأساسي إن أنا عايز أنقذ تراث بورسعيد. تمام. ولكن بعد حوالي 6 سنين قلت طب إيه اللي بيحصل بره بورسعيد؟ فكانت أقرب حاجة ليا إسماعيلية. إسماعيلية. فجيت إسماعيلية أدور على الأصل، زي نفس فكرة الطنبورة، القدام، الحفظة اللي هم ليهم باع طويل جدا في الحكاية دي، اللي ليهم علاقة بالجانب الروحي في الفن ده أكتر من جانب المكسب المادي وكده، يعني لأن هي معادلة دايما في المنطقة دي اللي هي أنت بتحب اللعبة دي يعني بشغف ولا أخدها عشان أكل عيش، فلوس. فقابلت الوزير محمد علي الوزيري، أسطورة السمسمية في منطقة القنابل كامل، والملهم للكثيرين من العازفين في إسماعيلية وخط كناه. لما قابلته انت ايه الموضوع؟ قال لي الدنيا اتغيرت وبقى الوقت كله بيعمل ليالي عشان تجمع الفلوس وما عادش وقت للحظ، فبطل. قلت له طيب تعالى بورسعيد. خدت بورسعيد، شاف الطنبورة، قال مش ممكن الزمن القديم ده رجع تاني، ايه اللي بيحصل؟ طب نيجي عندك، طب يلا مين عبد العال، مين تك، وكوننا الفرقة 94. لكن دي رئيس زكريا ما كانتش أول فرقة في إسماعيلية، كان في فرق قبل كده وأشهرهم الصامدين. كان في 3 فرق في منطقة القناة، الثلاثة وطنيين بيتكلموا على المقاومة ومحاربة إسرائيل و67 الوطنية وكده. كانت طبعا ولاد الأرض طبعا، السويس. السويس ايوه، كابتن الوزير. وهنا الصامدين ايوه، وشباب النصر في بورسعيد. بورسعيد. واتكونت الفرقة دي ولعبت دور مهم طبعا في الروح المعنوية، في الروح المعنوية والحكاية. ولكن لما بدأ يبقى فيه بعد السلام والدنيا تختلف اللغة، الخطاب طبعا، الفرقة دي خلاص دورها انتهى. دورها انتهى، ما عادش ليها جمهور. ليه؟ لان هي كانت ربط خطابها السياسي في أغانيها مع موقف البلد في الحالة دي. فدي انا بسميها فرق مهمة جدا جدا، ولكنها جمل اعتراضية في مسيرة الفن الشعبي اللي طالع من تحت، من تحت، من الناس العادية، من الناس العادية والمحبة للفنون. بالظبط. ليه ما طلعتش فرق تانية مع الوزير في إسماعيلية؟ في فرق طلعت، بس فرقة الصحبجية اللي أسستها أنا مع الوزير 94 اللي سمناها فرقة الوزير بعد وفاته دي، عشان أصلا التراث
مش عشان النحت. طب انا عايزك توديني عند الفرقة. اه اتفضل يلا اتفضل. هم اكيد هناك دلوقتي.